بابا ليك عندي خبر هايل. يا ساتر يا رب، ايه هتطلعني معاش تاني؟ لا يا بابا، العكس بقى هو اللي هيحصل ان شاء الله. انت هترجع الخدمه تاني يا بابا. انا كنت عارف ان انا هرجع الخدمه، طبعا ارتبكوا من غيري مش عارفين يتصرفوا. مدوا لي 5 سنة. هما مين دول؟ وزاره التربيه والتعليم. لا يا بابا، مش وزاره التربيه والتعليم، انت هتبقى مسؤول عن مدرسه خاصه. ايه ده؟ انا هبقى مسؤول عن مدرسه خاصه؟ لا 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 لا، مدرسه اولاد يا بابا. لا 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 لا، ما ينفعش الكلام ده يا بابا. ما تخافش خالص، ما تقلقش من اي حاجه. انا كلمت صاحب المدرسه، قلت له بابا اصلح واحد ممكن يدير المدرسه يعني. انت عارف طبعا كان الراجل اللي هو بيدير المدرسه قبل كده اتوفى الله يرحمه، فهو الراجل صراحه صاحب المدرسه بيثق فيا جدا. ما دام بيثق فيك جدا يبقى ما يفهمش حاجه. من كده بس. يا ربيع تعال حبيبي، تعال تعال خش. انت ايه مروحش على البيت ليه على طول؟ الشقه مقفوله وانا نسيت اخد المفتاح. مش اشكال، هديك المفتاح بتاعي. اهم حاجه بقى بارك لي جده، جده هيبقى مدير المدرسه بتاعتك. جده هيبقى مدير مدرستي؟ اللهم لك، انت فزعت كده ليه؟ الموافق تحولني من المدرسه يا بابا. ايه ده؟ مقالتي اتنشرت من غير ما يشيلوا منها حرف واحد. ازاي الكلام ده حصل؟ ايه؟ انت زعلان ولا ايه؟ لا مش زعلان طبعا، اصلي يعني مش نشرها لك في نص المجله، المفروض يعني نشرها لك في نص المجله يبقى مكان مميز يعني. يعني خلاص اخيرا سلمت واقتنعت ان انا ما اتخلقتش عشان ابقى ست بيت؟ هي بس ما تنسيش يعني ان انا اللي معرفك برفعت ده. ده من حسن حظك انت ورفعت صاحبك. انا مقالتي مكسره الدنيا يا استاذ، ولعلمك بقى رفعت قال لي ان المجله مش هتنزل بعد كده غير ومقالتي فيها. عايز اقعد افكر في فكره تكون حلوه كده المقاله الجديده. ايه ده؟ يا مبروك يا مام. طبعا ليكي حق تلحقي تكتبي المقاله الثانيه بعد الفلوس اللي قبضتيها من المقاله الاولانيه. اعوذ بالله، اعوذ بالله على نقك. عرفتي منين بقى ان شاء الله ان انا قبضت فلوس؟ امال يعني يا ماما هتشتغلي بلوشي كده؟ طبعا هتديني 100 جنيه من الفلوس دي. 100 جنيه بتاعت ايه؟ مش انا اشتركت معاكي في كتابه المقال اللي فات؟ بس يا خساره، اسم حضرتك نزل واسم انا ما نزلش. تعرفي تقرصي خالص؟ وطي صوتك يا ماما عشان الناس ما تعرفش ان انت خدتي ملحوظاتي ونفذتيها بالحرف الواحد، وغير كده ما كانوش هينشروا لك المقال اصلا. لعلمك ملحوظاتك دي ولا فادتني في اي حاجه ولا ليها لازمه عندي. والله؟ امال ليه نفذتيها كلها؟ علشان ما تزعليش. ما عشان ما تزعلنيش يا ماما هتديني 100 جنيه. هتعملي بيهم ايه؟ هما في المجله سالوكي هتعملي ايه بالفلوس اللي انت خدتيها؟ هديكي 100 جنيه. ياه 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 يا سلوى، ربنا يخليك ليا يا ماما. ويا ما تخافيش، سرك في بير. ولو عاوزتي حاجه كده ولا كده يعني عشان المقال الجديد انا موجوده، وهو كله بحسابه. المره دي هعتمد على نفسي. اها، يعني حضرتك بتعترفي انك المره اللي فاتت اعتمدتي عليا انا. طيب لو ما قمتيش حالا هفش غل سنين العمر اللي فاتت فيكي. على ايه؟ اقوم احسن. بس في 100 جنيه على فكره. شوف يا استاذ وديع. ربيع يا فندم. متاسف. ربيع يا كامل، اسمي ربيع. حاضر حاضر. شوف يا استاذ ربيع، احنا طبعا مش هنقدر نديك المرتب اللي كنت بتاخده في الحكومه. يا سعاده البيئة، المساله اطلاقا ما هيش مساله مرتب. مفهوم مفهوم. والحوافز والبدلات والكلام الفارغ ده كله مش هيلقاه عندنا. لا اصل بابا ما بيبصش الحاجات دي خالص يعني. انت بتتكلم بدليل ايه؟ الله، ما تسكت انت. على كل حال يا استاذ وديع. ربيع. اسف، احنا هنستعين بيك لمده شهرين تحت الاختبار. نعم، انا هتحط تحت الاختبار. سلام عليكم. بابا هو يقصد تحت التجربه يعني يا بابا، مش تحت الاختبار، تحت التجربه. حضرتك تجرب المدرسه هتشوف هتعجبك ولا مش هتعجبك. ايوه. ايه آلات موسيقيه؟ ايه يا ابني اللي هنشتريها للحفله؟ يا ابني قول لكل تلميذ هيشترك في الحفله يجيب الاله الموسيقيه بتاعته، واللي ما عندوش يشتري او ياجر، ويا ريت بالمره كمان تاجروا لنا الميكروفونات ونبقى نضيفها على ثمن التذاكر. مع السلامه. كنا بنقول ايه يا استاذ وديع؟ سيبك من اللي كنا بنقوله،
أنا عايز أعرف حفلة إيه دي اللي هتدفع فيها تلامذة تذاكر؟ في الحقيقة الولاد مصممين السنة دي إن هم يحتفلوا بعيد ميلادي، وعشان كده جمعوا من بعض وأجروا لي مسرح. كمان الطلبة هم اللي هيدفعوا إيجار المسرح؟ الله، يعني يبقى عيد ميلادي وأنا اللي أدفع؟ مظبوط طبعاً يا فندم، مظبوط. لا ما ينفعش حضرتك تدفع، يعني هم أكيد الطلبة اعتبروا إن إيجار المسرح ده هدية عيد ميلاد حضرتك يعني. لا في الحقيقة هم أجروا لي قاعة تانية عشان يجمعوا فيها كل الهدايا اللي جايبينها بمناسبة عيد ميلادي. مش هي دي الأصول برضه يا أستاذ ربيع؟ لا طبعاً مش هي دي الأصول. لا هي الأصول دي يا بابا. يعني فعلاً فعلاً كل سنة وحضرتك طيب. عيد ميلاد حضرتك أكيد يهم كل الطلبة، مش بس في المدرسة دي، أكيد كمان في كل المدارس المحيطة بالمنطقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ده بيت ربيع؟ وانت تعرف ربيع؟ يس، أنا مايكا صديقة ربيع من النمسا. احنا صحاب على انترنت بقالنا 2 سنين. مايكا يا لهوي، انت مقلتليش، قصدي مقلتلوش اني جاي من النمسا النهاردة. يا انا عامل سربرايز. يا دي شنطة هدومك؟ شور، انا جاية عشان اقعد مع ربيع 8 يوم. يا نهار اسود، هو ربيع موجود؟ ربيع ربيع ربيع، أيوة موجود. لحظة واحدة لما تدخل عنده. أوكي. أنت مجنون يالا؟ إزاي تعزم البت دي تيجي تقعد معانا في البيت؟ أنا ما عزمتهاش، دي هي اللي عزمت نفسها. وتكذب عليها وتفهمها إنك عندك 17 سنة. مش 17 بالظبط، هي فاهمة إني كملت 18 أول إمبارح. كمان الله يحرقك، اديها جت برجليها وعرفت انك كذبت عليها ومش هتعرف تدخل على النت تاني. يا حاتم انت اخويا ولازم تساعدني عشان ننجز الموقف. وهننقذه ازاي بقى ان شاء الله؟ تخرج لها دلوقتي وتعمل نفسك ربيع وانا حاتم. عايزني اشترك معاك في الكدبه السوداء دي؟ من هي ما اشتركت معاك في كدبه؟ ايوه بس دي كدبه كبيره وهتحطني على المذاكره يجي 8 ايام بحلهم. ما هي ماك لو عرفت اني كذبت عليها مش هتساعدني بعد كده. وانت لسه عندك امل تفضلوا صحاب اصلا؟ طب اطلع معايا وشوف هنقول لها ايه عشان نوزعها من البيت. اعتبرنا طلعنا. هتفاهم معاها ازاي؟ انت مش بتقول يلا نمساويه؟ لا ما هو انا في الزنادين اللي فاتوا علمتها كلام عربي كتير قوي وخليتها تتفرج على كل الافلام العربي اللي عدش. طب يلا بينا. يلا 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 عادل. يا حياة قلب عمري، هي دي مايكا ده ربيع؟ ايه رايك في زق اخوك؟ لا حنش حنش يا حبيبي حنش، طلع لي يا نهار اسود. انت ربيع؟ ها انا ربيع. طب عيب يا مايكا، مش قدام الوقت. 2 سنة، 2 سنة بنتكلم على الانترنت وبخلم باليوم ده اللي اشوفك فيه. وانا كمان، قصدي وهو كمان كان بيحلم باليوم اللي اشوفك فيه. بص يا ربيع، واضح كده انه مفيش حل غير اللي قلتلي عليه، انك تقول لها اي حاجة عشان نوزعها من البيت. لا طبعا، ان انا اعمل نفسي ربيع اضطر بقى يعني ان انا اقعد معاها 8 ايام اللي جايين دول وخلاص. يعني ما تجيب بوسه. ايه
ايه؟